السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا يا رب بصحة جيدة. المهم بلاتي نضي ماري وبعدها طنوبيل باش تسخن ونهضروا شوية. المهم باش ما نطولش عليكم بزاف في هذه المقدمة الإخوان، عذروني على الصوت. كنبغي نشكر كل الإخوان والأخوات اللي كتسولوا فينا ودعيتوا معنا بالشفاء، الله يشافي الجميع يا رب العالمين. باش ما نطولش عليكم بزاف كما قلت، غادي نقلب الكاميرا باش نوريكم التوقيت، شحال الساعة، التوقيت يعني الساعة اللي نط فيها دابا أنا اللي غادي نمشي للخدمة، والموضوع عنده علاقة بالخدمة. غادي نوريكم شي شوية على الأقل ولو شي حاجة، يعني ما غاديش يكفاني الوقت فيديو ديال 10 دقائق ولا 12 دقيقة. نوريكم الساعة، ساعة لله دابا اش غادي نقول لكم، 4:43 انا نضنا مع ديك 24 هكاك راكم كتشوفوا، عندي واحد ربع ساعة تقريبا ديال الطريق. الحرارة تقريبا كاينة واحد 8 ديال الدرجات. احنا وصلنا الاخوان، هذه هي المخبزة اللي كنخدم فيها انايا، هي هذه راه اللي راهم كيخدموا تما، راهم خدامين كيشارجيو. انا راهي الطوموبيل ديالي فين هي، شفتوا هذيك اللي في ديك القنيطه، هذه هي الطوموبيل ديالي انايا اللي غادي نهز دابا، غادي نرجع لبلاصي اللور ونمشي نخرجوها ان شاء الله ونشارجيو داكشي اللي خاصنا نشارجيو ونكملوا ان شاء الله الفيديو. غادي نبلاصي هنا وندخلوا نمشي نجيبوا السيرات واللي نشارجي، غادي نوريكم شنو اللي كنشارجي لداخل وهذا الى اخره، ونتلاقاو من بعد الاخوان. كما كتشوفوا هنا شارجينا، شارجينا ها هو داكشي عامر، كخات ديال الخبز، كاين شي كوارو لهيا كبيرين حتى همايا، الفرونت راه طويله بزاف ما كيبانش لكم، الظلمه ما فيهاش الضوء لهيا. المهم العوم دابا راني شارجيت، غادي نتكل على الله ونمشيو نفرقوا على الحوانات قهوي وهذا الى اخره. سدوا هنايا ونمشيو على بركة الله. هنا كتشوفوا راه داير الميكروفون وكل شيء، نتمنى كتشوفوني، نتمنى تكونوا تسمعوني، الصوت راه باقي الله غالب ولكن الحمد لله على كل حال. دابا احنا كملنا شارجينا كل شيء، دابا نتوكلوا على الله. 5:45 اللي ما كيكونش نهاية الأسبوع كتكون القضية شوية مرخفة، 8 ديال الدرجات كما كتشوفوا. صافي دابا غادي نتلاقى بكم من بعد ان شاء الله، راكم كتشوفوا دابا الشتا كطيح، واحد ربع ساعة ثانية باش نبدا نحط الحوانات والبيران وداك الشيء. يلا المهم من بعد غنوريكم واحد الحاجة اللي زوينة باش تعرفوا الوجه الحقيقي ديال اسبانيا. يلا تحياتي. المهم الاخوان دابا انا مازال غادي في لوطوروت، انا غنخرج بهذه الخرجة هذه اللي كتبان لكم الاولى، سمعتوا الريح كيفاش داير، هاد الفرغونيطة هادي يعني عالية بزاف وسهله يعني في الريح كيدي هذا غير. المهم غنخرج من هنايا الاخوان، اول خرجه نخرج من هنايا باش نمشي لاول قهوه نحط فيها، نحط ليها الخبز ديالها والجورنان وعاد نكمل ثاني لشي فيلاجات اخرين ان شاء الله. من بعد غادي نوصل للستاسيون ديال المازوت، ما غاديش نقولوا في لوطوروت ولا خارجه شويه على لوطوروت، غنوريكم الثمن ديال المازوت شحال داير فيها. بقى الشتا 55 دقيقة، فاكتورة استيلو وراك الخدمة. دابا نزقيها تصوير غلاف، دابا راني واقف واقف نصوبو الفاكتورة لهذا الأول. كملنا المهمة هنايا في هاد القهوة اللي حطينا ليه الخبز ديالو والجورنان ديالو، دابا نمشيو واحد الفيلاج خرج يعني، وهكذا هكذا اخوكم ابو رزان، هذا هو العمل ديالنا. كنا نتقاسموا معكم اليوم هاد شويه من الحياه ديالنا، واخا النهار ما مناسبش لان كاين الشتاء بزاف، كاين الشتاء كثيره كما كتشوفوا، ويخرج التليفون برا باش نسجل لكم وداك الشيء. غنحاول نخلي تما راكم عارفين، مره ما يكون هابط راه نبان لكم وغتشوفوني.
قبل الليل انتما كتشوفوا الربعات قريبا شي شويه 4 و ربع هكذا اللي وريتكم الفيديو من البدايه شفتوا مع شنو وهكذا يعني هكذا ديك 12 كاك 12 ربع يعني كنكون ساليت من 12:20 12:30 كنكون في الدار في النهاية ديال الأسبوع يعني السبت الحد كتكون شوية خدمة زايدة كنتعطلو شوية الوحدة الوحدة كلها ماشي بزاف يعني شحال هاديك الفرق في الصيف واك يعني في الصيف كتزاد شوية الخدمة نتمنى يا ربي تكونوا تسمعوني لأن حاط الميكروفون لهي هاد لوطوروت هادي شتوها ديريكسيون لوغرونيو بامبلون شتوها إلا دخلت لوطوروت نمشي لهي نمشي لوغرونيو وانا مشيت على اليمن غنمشي لبامبلونا نطرت بلاتي عاد ندخل ليها منين نكون عاود راجع ان شاء الله دابا نوريك دابا خرجت الفيلا جيت هاد الصداع اللي كتسمعو كيتخبط كاين عندي واحد الكاروات كبار اللي كيمشي فيهم الخبز يعني خامر مطاط يعني عجينه كندير مال الحوانت عندهم تا هما واحد الفران كيكون عندهم فران صغير وكيبقاو يجبدوا ويطيبوا باش كيعطيو للناس زعما شويه سخون وكذا وهذا المهم انتم كتشوفوا الشتاء ما شاء الله لا ما نزيد نسجل لكم اكثر لان دابا عارف الطريق والشتاء حتى نوقف ان شاء الله صافي بوه ادير لا فولتا هنا راني خليت الاخوان واحد الحانوت هنايا انا باش نسجل لكم الحوانت اللي كنحط فيهم داك الشيء اللي كان كيخليو ليهم عند الباب كاين اللي كنعطيونا الساروت كيكون عندنا الساروت يعني كنحلو كنخليو له المسائل ديالو نخليو له السلعه ديالو وكنسدو كنمشيو المهم الاخوان حنا باقي كنجريو كما كتشوفوا باقي في الوضوط غادي نخرج من هنا ثاني هنا غادي ندخل الستاسيون ديال المازوت اللي قلت لكم باش نوريكم المازوت شحال داير ونحط له هو الخبز ديالو خدامين في واحد جوج دراري مغارب واحد العائله تحيه لهم كبيره من هنايا من هنا نخرج وغادي ندخل من تحت البنطره ان شاء الله نمشي باش نحط لهم الخبز ونوريكم المازوت شحال داير مع هاد الحرب ديال بوتين كما كتشوفوا الكرونيو 27 كيلومتر بغيتي غنوقف هنا كنظن باش يبان ليكم كنظن غنوقف هنايا يا ربي يكون يبان ليكم المهم اورو 86 غنشوف الى قدر نفوق تما كاين الضو ومع العموم دابا نديرو نوريكم ان شاء الله ما نكون نتمنى من نرجع ما يكونش الضو ونوريكم المهم هذا هو الستاسيون اللي غنحط فيه الخبز غنوقف الفيديو ونعاود نضرب بكم دويره باش نوريكم الثمن ضروري لان من هنا من هاد الجهه غادي يكون يبان مزيان ندور باش نوريكم المازوت ضروري واخا غنضيع شويه الوقت ولكن ماشي مشكل والو ما كيبانش زكاش حتى غادي نهبط ونسجل ولا ما يبانش ليا ها هو اورو 86 اورو 89 اورو 95 جوج اورو شوف انا نزلت توريتكم نزيدو نكملو الاخوان كيف ما شفتو ارخص حاجة ارخص مازوت هو اورو 86 راهو كلشي تمايا قدامكم المهم انا صورت لكم داكشي يعني بالزربة وصافي الاخوان صافي انا ضربت الدوره انا راجع من نفس الطريق شفتوا راه هو في نفس الطاسي حطيت لواحد خينا هنايا دابا
وغادي نمشي لواحد المخبز اخر ثاني نحط فيها ونهزو واحد القهيوه ديالنا ان شاء الله باش نبدلو الصباح. اول حاجه غنمشي لهنايا نحط لواحد السوبر مارشي صغير ونهزو القهيوه ديالنا الاخوان ان شاء الله ونزيدو نكملو الطريق هنا صافي نكون ساليت وغادي نرجع ثاني واحد 30 كيلومتر. ولا نهز الفاتوره ستيلو ونهبط نحط لها الخبز وانا معكم. المهم حنا جبنا القهيوه ديالنا الاخوان ها هي الكويس ديال البلاستيك. نتحركوا هنا موالف كنحط له هذا المخبزه موالف كنحط ليها هو هذا اللي جا. ولكن اليوم الخميس خاصني نتسناه باش ندي الخاوي. كندي الخاوي كل خميس واثنين يعني اليوم الخميس بعد هذا الفيديو لما نحطوش لكم اليوم ولا شي حاجه كيتسجل الخميس 10 مارس 2022. انا غنوقف الاخوان الفيديو غادي ننزل نعطي لهذا الراجل هذا ونتحركوا ان شاء الله ثاني نشدوا. المهم الاخوان حنا ولينا كما قلت من هذاك الفيديو اللي كان من جهه لوغرونيو كما شفتوا وريتكم كانت بقات لي 27 كيلومتر لوغرونيو. المهم راه كاين الشتاء بزاف كما كتلاحظوا الناس كل شيء خايف انا باقي ما وصلش وبغى يدور وانا يا مزروب الله يعاونك. خرجنا من لوطوروت وغندخلوا لهذا الفيلاج هذا اللي هو كما قلت استيا لي فارا الشلحه شفتوها وهي فين باش ما نوقفش ورايا الحديد. المهم الاخوان كما كتشوفوا دابا انا دخلت الوسط ديال هذا الفيلاج اليوم الخميس وهذا الفيلاج هذا ماشي نقولوا فيلاج دابا ولا مدينه لان دابا فيه السكان بزاف مدينة صغيرة يعني الخميس كيعمر فيه السوق وكيكون الحديد بزاف مع التصوير وداك الشيء. راني غادي روطار تقريبا واحد 20 دقيقة غادي روطار 20 دقيقة تقريبا بالضبط ولكن ماشي مشكل ما عارفين مع نزل طلع سجل والشتا يعني درت شوية الروطار ولكن ماشي مهم. نتمنى يعجبكم الفيديو غادي نوريكم آخر محطة ولا آخر وقفة اللي غادي نوقف يعني باقي عندي الخدمة ولكن غادي نكتفي بهذا القدر هذا اللي هي راه هي 7 ديال الدرجات شفتوها و 7 و14 دقيقة دابا. هنايا كاين عندي واحد المخبازة ديال واحد العائلة مغربية هذه بنكة الاخوان ما نقدرش كنت باغي ندخل نسجل ليكم شوفوا الناس فين ناعسين شفتوهم هذه هي اسبانيا كيدخلوا مساكن تما وينعسوا. مره اخرى غادي نسجل لكم راه كاين بزاف شوف انا قدرت نوريكم لاخر حتى هويا في هذيك البنكة شفتوه راه هو فين ناعس لاخر يعني كما قلت لكم نقرب شفتوا الاخوان دابا الشتاء كنت غادي ننزل باش نصور لكم وكل شيء باين لكم ما ندور الكاميرا اخوكم ابو رزان هو هذا انتم كتشوفوا باش ما تقولوش راني ما اناش. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم نتمنى يا ربي تكونوا تشوفوني انا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم نتمنى يعجبكم. انا اللي كنت باغي نوريكم هو هاد الناس اللي كتشوفوا معايا هنا هذا ما يسمى بالمانديغوس ولا دوك الناس يعني اللي ما عندهمش سقف مشردين كينعسوا هنا في هاد البنك كما قلت لكم كاين بزاف ديال البناك هنايا كاينه بنك هنا وحده ليه وحده ليه وحده ليه كيدخلوا لداخل في كاين داك الكيشي وكينعسوا مساكن كيتضرقوا على البرد على الشتاء على اي حاجه. انا راه باقي عندي الخدمه بزاف يعني نزيد نكمل اعلى التماره ديالي هادشي اللي كاين الاخوان وباقي عندي حوان اخرين وكذا ولكن يعني غنكتفي بهذا القدر الاخوان كما قلت لكم. الى لقاء قريب ان شاء الله وفيديو كما قلت يعني جديد الى عجبكم الفيديو بارطاجيو ولي لايكات والى بغيت نديروا لكم شي فيديوهات اخرين بحال هذا الشكل ما عليكم الا دخل لنا في التعليق.
يلا تحياتي والسلام عليكم.